السلام عليكم إخواني أخواتي في درس وحلقة جديدة. اليوم سنتطرق اليوم في هذه الحلقة إلى مراجعة جهاز جديد من شركة جيون. أصدرت شركة جيون جهاز جديد جيون أوبتيموس بلس. من خواص هذا الجهاز أنه يدعم خاصية الدي في بي. يأتي الجهاز بعشرة آلاف قناة، يدعم خاصية يو اس بي وثقة الصورة فول اتش دي 1080 بيكسل، خاصية التونر وخاصية الواي فاي الميلتي ستريم والفور جي الجيل الرابع وخاصية الاتش 265. لنقوم بفتح علبة الجهاز لاكتشاف ما بداخلها. يأتي في علبة الجهاز شهادة الضمان الجهاز لمدة 12 شهرا، بالإضافة إلى دليل استعمال هذا الجهاز أو الكتالوج. يأتي دليل استعمال هذا الجهاز بلغتين، اللغة الإنجليزية واللغة العربية. هذا هو جهاز جيون أوبتيموس بلس من الواجهة الأمامية. يأتي بمنفذ واحد يو اس بي وزر تشغيل وإعادة تشغيل الجهاز، زر المنيو وزر أو أزرار رفع وخفض الصوت وأزرار التنقل بين القنوات وزر الأوكي. الجهاز خفيف الوزن من الفئة المتوسطة. في خلفية الجهاز نجد منفذ LNB ومنفذ USB وزر قطع ووصل الطاقة للجهاز ومنفذ HDMI ومنفذ الكيبل الجاك كيبل ومنفذ RS-232. في الحلقات القادمة إن شاء الله سنقوم بكيفية تمرير التحديث لهذا الجهاز، بالإضافة إلى كيفية فك تشفيرة الجزائر الأرضية وكيفية تفعيل أيضا سيرفر أبولو IPTV وشرح ضبط جميع خصائص هذا الجهاز في الحلقات القادمة إن شاء الله. نلاحظ يأتي في العلبة أيضا الـ HDMI كيبل كما تشاهدون. بطاريتان صغيرتان لجهاز أو لوحة التحكم، بالإضافة إلى لوحة التحكم. لم أجد في علبة الجهاز لاقط إشارة الواي فاي، وهذا عيب من العيوب. من عيوب هذا الجهاز أيضا أنه لا يأتي بمنفذ GR45 لوصل لان كيبل الخاص بصبيب الإنترنت لهذا الجهاز. من عيوب هذا الجهاز أيضا أنه يأتي بسيرفر ألفا، ومن المعروف أن سيرفر الألفا كثير التقطيع. من مميزات هذا الجهاز، يأتي هذا الجهاز بسيرفر ألفا مدته طويلة نوعا ما 24 شهرا، بالإضافة إلى سيرفر دراجون IPTV لمدة 12 شهرا، سيرفر VOD 12 شهرا. من مميزات هذا الجهاز أيضا أنه يأتي بـ IP Audio و Time Shift و Auto Traduction الترجمة التلقائية. سعر هذا الجهاز يتراوح ما بين 5000 وصولا حتى 6000 دينار جزائري، ويختلف من منطقة إلى أخرى. الهاردوير في هذا الجهاز يأتي بمعالج CS8051، بالنسبة إلى الفلاش يأتي بفلاش 8M، بالنسبة للرام يأتي بواحد جيجا في الرام DDR3 وهذا رام جيد نوعا ما. إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم في درس وحلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس والضغط على زر الإعجاب ليصلك جديدنا دائما. يمكنك أيضا الاطلاع على الخصائص العامة لهذا الجهاز في الرابط تجده في مربع الوصف أسفل هذا الفيديو.